سلاحة تؤجل البدء في استخدام جهاز علاج فيروس سي لستة أشهر حتى انتهاء الفترة التجريبية لمتابعة المرضى الذين يخضعون للعلاج. إحالة 17 إخوانيا إلى الجنايات لثبوت تورطهم في قتل مواطنين في الإسكندرية خلال الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة. القوات العراقية تعلن استعادة السيطرة على مدينة سامراء من مسلح داعش وتبدأ هجوما لاستعادة التكريت. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد فترة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، نحييكم في مستهلها والبداية الطبية مع زميلة إيمان. شكرا جزيلا لك أشرف. أعلنت القوات المسلحة تأجيل البدء في استخدام جهاز علاج الالتهاب الكبد الوبائي فيروسي لستة أشهر حتى انتهاء الفترة التجريبية لمتابعة المرضى الذين يخضعون للعلاج. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والذي أعلنت خلاله كذلك عن إنشاء المركز الوطني للعلاج من الفيروسات بمحافظة الإسماعيلية. الأمانة العلمية تقتضي تأجيل الإعلان للمواطنين عن علاج التهاب الكبد الوبائي فيروس سي لستة أشهر حتى انتهاء الفترة التجريبية لمتابعة المرضى الذين يخضعون للعلاج بالفعل. كانت تلك تأكيدات اللواء طبيب جمال الصرفي مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة خلال المؤتمر الصحفي لعرض النتائج المبدئية لبروتوكول التطبيق العلاجي لمعالجة فيروس سي بواسطة جهاز سي سي دي والأقراص العلاجية بمشاركة أساتذة الجامعة الجامعات المصرية والمركز القومي للبحوث ووزارة الصحة. في 5% في تحسن في نسبة 33%، لكن لا يجوز أن تكون نتائج علمية إلا بعد مرور الفترة دي، لأن الكلام ده ما أقدرش أشيلك كده النهارده في الوقت، لأن الفيروسات غير أي حاجة. 5 حالات من بين 80 حالة لمرضى متطوعين يجرى حاليا علاجهم من الفيروس استجابت للعلاج بالجهاز والأقراص وتماثلت للشفاء دون حدوث مضاعفات سلبية، بينما أحرز 33 من باقي المرضى تقدما متزايدا في انحسار الفيروس. بدأوا معانا 10 أيام الأولانيين بالأقراص، ثم بعد 10 أيام بدأوا في زرع القسطرة الرئيسية اللي هي في الشريان الرئيسي، وبدأنا نخش على الجهاز كمرحلة علاجية كل يوم ساعة. خدت أنا جيت على الجلسة 16 وأخدت نيجاتيف، المفروض باخد 24 أو 28 جلسة. إن شاء الله أنا من ضمن الناس اللي خفيت في 16 جلسة، ما شاء الله من ضمن الناس اللي نيجاتيف في البي سي آر. وحسب أسلوب العلاج المبتكر فإن المريض يبدأ بتلقي الأقراص العلاجية لمدة 10 أيام يعقبها 28 جلسة بواسطة الجهاز، تمتد الجلسة الواحدة لنحو الساعة، ليعقب ذلك تناول الأقراص العلاجية مرة أخرى لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر مع متابعة حثيثة من قبل الأطباء المعالجين. أمامنا سنة تقريبا عشان يبقى فيه إعلان إحصائي وواضح وملتزم بكل المعايير الدولية لنتائج التجربة الإكلينيكية. القوات المسلحة أكثر حرصا من أي جهة في الدولة على صحة المصريين، فضلنا أن احنا تكون التجربة إجماليا 6 أشهر عشان نطمئن تماما أنه ما فيش أثار جانبية لا للجهاز ولا للأقراص، وبعد كده نوصل للنتيجة. ما كانش الهدف الرئيسي عندنا النتيجة إيجابي ولا سلبي، بقدر التجربة آمنة على المرضى. وكشف المؤتمر الصحفي أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت إنشاء المركز الوطني لعلاج الفيروسات بالإسماعيلية على أن يتم بدء العلاج به عقب انتهاء المراحل البحثية والتجريبية للجهاز. علاء رشوان، النيل. أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 17 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك بتهمة ارتكابهم مذبحة سيدي بشر التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بشهر أغسطس من العام الماضي. جاءت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في أعمال استعراض البلطجة وقطع الطرق وقتل 7 مواطنين عمدا، مع سبق الإصرار والشروع في قتل 26 آخرين
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة في 15 أغسطس الماضي بوقوع مصادمات عنيفة بعدة مناطق بمدينة الإسكندرية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين. وكشفت التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية أعدت مخططا لمواجهة الدولة تحسبا لاتخاذ إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة. ما زلنا مع شأن القضائي، حيث قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار مجدي دميان إحالة النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إلى المعاش. جاء هذا القرار إثر إدانة المستشار طلعت إبراهيم في الواقعة التي جرى التحقيق معه فيها بشأنه والمتعلقة بزرع أجهزة تنصت سرية داخل مكتب النائب العام بالمخالفة للقانون. من جهة أخرى رفض المجلس الدعوي بالنسبة أو رفض المجلس الدعوى المرفوعة بالنسبة للمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق بما يمكنه من العودة إلى عمله القضائي. معي عبر الهاتف السيد عمر حسنين مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. سيد عمر، هذا القرار هل يضع نهاية للقضية المتهم فيها المستشار طلعت عبد الله نائب العام الأسبق، أم أنه من المتوقع أن يتم تحريك دعوة جنائية ضده بما أن وضع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام هو أمر مخالف تماما للقانون؟ هو هذه القضية فصل فيها إداريا حيث أنهى مجلس التأديب خدمة المستشار النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، فيما أبقى على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد وأعاده للعمل كقاضي. أما فيما يتعلق بتحريك دعوة جنائية، هذه الإحالة إلى المعاش تعد إدانة وهذا جزاء إداريا، لكن هناك بالفعل دعوة جنائية يحقق فيها وأعادتها المحكمة مرة أخرى إلى التحقيق بعدما كانت قد حجزتها للحكم، بمعنى أن هناك قضية جنائية سيحاكم فيها المستشار طلعت عبد الله بتهمة وضع أجهزة تنصت في مكتب النائب العام ومخالفة اللوائح القانونية واللوائح المنظمة للعمل في النائب العام. نفس الأمر يتعلق بالنائب العام المساعد، لأنه أيضا يعني رفضت دعواه من قبل المجلس من العودة بما يمكنه من العودة إلى عمله القضائي. نعم، هذا القرار قد يمكن المستشار حسن ياسين نائب العام المساعد من الحصول على البراءة في الدعوة الجنائية، حيث أن مجلس التأديب أدان عبد الله ولم يدين ياسين، وأعتقد لكنه رفض عودة حسن ياسين إلى العمل القضائي. لا، هو لم يرفض عمله عودته للعمل، هو رفض عودته كنائب عام مساعد. نعم، لكنه أعاده للعمل كقاضي، وهذا يعني يعني يرفع عنه فكرة تحريك دعوة جنائية ضده. نعم، حتى لو طرقت الدعوة الجنائية يضمن له البراءة في هذه الدعوة. نعم، أشكرك جزيلا السيد عمر حسنين مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. وقع انفجار في غرفة الكهرباء بسنترال تحت الإنشاء في مدينة 6 أكتوبر ما أسفر عن وفاة ابنة حارس الموقع وزوجته. من جانبه استنكر محافظ الجيزة علي عبد الرحمن الانفجار قائلا إن تعمد إطارة المشاكل في الخدمة المقدمة للمواطنين هي نقلة نوعية في العمليات الإرهابية. ما زال المتربصون بمستقبل مصر يسعون لزعزعة استقرار البلاد التي تعافت بعد أزمات متلاحقة لم تنل من إرادة المصريين الذين تكاتفوا من أجل بلادهم. في الساعات الأولى من صباح السبت شهدت مدينة 6 أكتوبر تفجيرا إرهابيا استهدف سنترالا تحت الإنشاء أسفر عن مقتل ابنة حارس المبنى فضلا عن إصابة زوجته. على حوالي الساعة 8:30 الانفجار حصل، جرينا على المكان لقينا واد صغير بيقول لنا أمي واختي جوه، حضرتك دخلنا على طول على جوه لقينا سقف البدروم نازل بالست وبتخلص في الروح. وفور وقوع الحادث توالت الإدانات التي وصفت الحادث بالجبان، مؤكدين على أن الدولة قادرة على مواجهة تلك الأعمال التخريبية والقبض على مرتكبيها.
كل التلفيات بتحصر حاليا، لكن اغلب التلفيات داخل المبنى، لان المبنى بيفصله عن المباني المجاوره مسافات كبيره الى حد كبير. لكن طبعا شده الانفجار ادت الى بعض التلفيات في النوافذ المباني المجاوره. ويرى كثيرون ان الاقدام على مثل هذه الافعال الاجراميه باستهداف المنشات العامه والمواطنين هو اهدار لمقدرات الوطن، وان هذه الاعمال لن تثني المصريين عن العمل الجاد لبناء الوطن ورفعته. على منتصر النيل. وصلت إلى محافظة السويس قوات الانتشار السريع التابعة لوزارة الداخلية لتدعيم قوات الأمن التابعة لمديرية أمن السويس من أجل المساهمة في تأمين المواطنين والمحافظة. وقال مدير أمن السويس اللواء خليل حرب إن قوات الانتشار السريع من مهامها المساهمة في ضبط الخارجين عن القانون وتأمين محافظة السويس والحفاظ على أمن المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأول لوجود هذه القوات هو تأمين المواطن. أضاف مدير الأمن أن الجريمة انخفضت داخل السويس بشكل كبير وأن الانضباط عاد إلى الشارع هناك. وإلى أسوان، حيث تمكنت قوات الأمن هناك من القبض على مرتكبي واقعة قتل شابين بمنطقة السماد شرق أسوان والتمثيل بجثتيهما وإشعال النيران فيهما. وتبين أن مرتكبي الواقعة هم شابان ينتميان إلى قبيلة بني هلال، وقد قاموا أول أمس بقتل شابين آخرين، أحدهما من الكبانية والآخر من النوبة. وقد أكدت تحريات المباحث أن المتهمين اعترفا بالواقعة بعد مواجهاتهما بالأدلة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أسوان مراسل النيل خالد عبد الوهاب. خالد، يعني قبل أن أسألك عن تلك الحادث، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق يعني الخلاف الأخير الذي نشب بين الهلائل والدبودية؟ نعم، تحياتي لك أشرف، تحياتي لك إيمان، تحياتي لمشاهدي النيل الأخبار أينما كانوا. بالفعل أشرف، هناك تطورات جديدة وإيجابية إلى حد كبير. هناك اجتماع سيعقد بعد قليل بمدينة أسوان، وبالتحديد في قاعة المؤتمرات في مدينة أسوان. هذا الاجتماع سيضم اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان واللواء حسن السراج مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسوان، بالإضافة لأعضاء لجنة المصالحات برئاسة الدكتور منصور كباش وباقي أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى أطراف من قبيلتي بني هلال ودابود النوبية. كما قال لي السيد إدريس الإدريسي منذ قليل، وهو رئيس الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة والمتحدث الإعلامي باسم اللجنة، لأنه يعني سيتم في هذا الاجتماع الذي سينطلق بعد قليل إعلان الصلح بين القبيلتين رسميا في مؤتمر صحفي مساء اليوم، ثم يتم التوقيع على محاضر الصلح الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة. بمعنى أشرف أن الرتوش النهائية للصلح بالفعل اكتملت، وهناك أنباء قوية تتردد بأن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب سيصل إلى أسوان يوم الاثنين المقبل ليتمم هذا الصلح في جلسة إفطار. يعني خالد، بما يعني بالنسبة إليك كمواطن أسواني، أن هناك تنازلات ستتم من طرف للطرف الآخر، كما قلت سابقا تقديم النعوش أو تقديم الكفن بشكل كما طلبت القبيلة الأخرى؟ نعم، هي بالفعل أشرف، هذه الإشكالية الرئيسية التي كانت لجنة المصالحات يعني تعثر على حل لها، وهو تقديم الكفن وما يعرف بالصعيد بالجودة بالقاف أو بالجيم، تقديم الكفن للطرف المضار. ربما يكون تم التوصل، يعني هذا ما سنعرفه بعد قليل من خلال المؤتمر الصحفي، تم التوصل للصيغة لشكل الصلح، وهو هذا هو المعني به هذا المؤتمر الصحفي. سنتعرف من هذا المؤتمر على الصيغة التي سيتم على أساسها الصلح، لكن الأنباء كلها تصب بشكل إيجابي بأن الطرفين اتفقا بالفعل على أن يكون هناك صلح، وسيتممه فضيلة الإمام الأكبر يوم الاثنين القادم. طيب، هذا موضوع. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالقبض على مرتكبي وقعة قتل شابين، يعني هل هناك ارتباط بين هذا الحادث والخلافات بين الهلائل والدبودية، ولا هذا الحادث مختلف؟
نعم أشرف، يعني البيان الصادر من محافظة أسوان وجاء على لسان المحافظة اللواء مصطفى إسري، قال أنا أستطيع أن أربط بين هذا الحادث، هو عبارة عن مشاجرة بين مجموعة من الشباب اختلفوا فيما بينهم ثم حدث حادث القتل. ربما يكون هذا الحادث استثمر لكي يكون هناك ربط بين ما حدث يوم الخميس الماضي وبين ما حدث في أبريل الماضي، لكن بيان المحافظة أكد بشكل كبير أن هناك فصلا تاما بين ما حدث يوم الخميس الماضي، لكن هذا هو البيان الرسمي من المحافظة، لكن لا أستطيع أن نقول أن هذا البيان يتفق مع ما أسمعه وما يتردد في الشارع الأسواني. لكن أجهزة الأمن أشرف تمكنت من القبض على 15 من المتهمين في أحداث الخميس الماضي، وتم تقديمهم بالفعل للنيابة العامة وتباشر معهم التحقيق منذ صباح اليوم. نعم. لكن الإيجابي كما ذكرت أشرف هو أن هناك بوادر للصلح بين القبيلتين. نعم. خالد عبد الوهاب مراسل النيل كنت معنا على الهاتف من أسوان، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل النيل باستشهاد 4 من عناصر الشرطة في هجوم إرهابي بمدينة رفح شمال سيناء. أضاف المراسل أن مسلحين قاموا بإيقاف حافلة ركاب في طريق أبو شتار رفح، وأنزلوا 4 مجندين وأطلقوا عليهم الرصاص ما أرداهم قتل في الحال. أضاف المراسل أنه تم نقل جثامين المجندين القتلى إلى مستشفى العريش. عقد المجلس الأعلى للجامعات الجلسة الدورية له بمقر المجلس بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الذي ترأس الاجتماع للمرة الأولى عقب توليه المنصب. ناقش المجلس إجراءات اختيار القيادات الجامعية وفقا للقانون الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ناقش مشاكل التنسيق للعام الجديد ومن بينها زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة عن العام الماضي ب100,000 طالب، كما ناقش أزمة التحويلات والإعداد المقررة لطلاب الثانوية الفنية. وخلال الاجتماع قام وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق بتكريم الوزير السابق وائل الدجوي مسلما إياه درع المجلس. تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب المنطقة الأثرية بالهرم بعد تطويرها ورفع كفاءتها. شملت أعمال التطوير مناطق الطريق المؤدي إلى الأهرامات ومدخل الصوت والضوء ومن المتحف المصري الكبير إلى الرماية ومدخل أبو الهول. رافق رئيس الوزراء في جولته وزير السياحة هشام زعزوع والأثار ممدوح الضماطي ومحافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن. للمتابعة معنا عبر الهاتف مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، تابعنا تصريحات رئيس مجلس الوزراء من منطقة الأهرامات وتحدث عن فكرة الاعتناء بها والتغلب على السلوكيات الشادة التي كانت تحدث في محيطها مما يؤثر على بهاء وجودة ونظافة المنطقة. الأصداء لديك وأجواء هذه الزيارة وخصوصا ما تم من قرارات أيضا كنتائج لها. نعم بالفعل المهندس إبراهيم محلب اليوم قام بجولة تفقدية لمنطقة الأهرامات لمتابعة أعمال التطوير وليتابع أيضا بنفسه الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة. نعلم أن السيد المهندس إبراهيم محلب بالفعل قد قام منذ عدة شهور تقريبا بزيارة منطقة الأهرامات ووضع خطة يعني لتطوير هذه المنطقة بشكل يتناسب مع الحضارة والجذب السياحي. تابع في خلال هذه الجولة رفع كفاءة يعني الخطبة والكفاءة السياحية في هذا والأثرية في هذا المكان، وتأكد من سير من أن هذه الخطبة تسير وفق منهج زمني محدد. فبالفعل تم تطوير منطقة الهرم الأكبر من أماكن الخيول ورص الطرقات والفاعل الجائلين بتكلفة 10,200,000. هذا التصريح حسب ما صرح به السيد محافظ الجيزة اليوم للمهندس إبراهيم محلب. شهد اليوم أيضا تطوير المنطقة الثانية من الخطة الموضوعة وهي المنطقة ما بين أبو الهول ومنطقة بن العجوز بتكلفة 16,000,000 جنيه. أيضا أكد المهندس محلب خلال تلك الزيارة على ضرورة القضاء على ظاهرة العشوائية والفوضى والتأكيد على التواجد الأمني أيضا بالمنطقة المحيطة بالأهرامات. طالب أيضا السيد رئيس الوزراء بضرورة إعلان التسعيرة الختمية بالأرقام والتراخيص التي تم وضعها للباعة الجائلين وأيضا أصحاب الخيول.
المهندس إبراهيم محلب كان حريص في خلال هذه الدولة على تفقدها سيرا على الأقدام ليقف على كل التطورات بنفسه. كما ذكرتي بالفعل صاحب يعني السيد رئيس الوزراء أستاذ وزراء السياحة والأثار ومحافظ الجيزة. أشكرك أيضاً. أحمد أبو الحسن شكرا. بعث البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأعرب البابا في برقيته عن خالص تهنئته القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا التوفيق للرئيس في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر لتحقيق أمال الشعب في مستقبل مشرق. كما هنأت القوات المسلحة الشعب المصري العظيم وأبناءه المخلصين من رجال القوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم. وتقدمت القوات المسلحة لجميع المصريين بأخلص التهاني وأطيب التمنيات داعية الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة على وطننا الحبيب وأن ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان. إلى الشأن العراقي، حيث قال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا إن الجيش العراقي أحكم سيطرته على سامراء. كما أشار عطا إلى أن هناك تنسيقا أمريكيا عراقيا مشتركا. وتعمل القوات الأمنية في سامراء والتنسيق مستمر، لازال في بداية التنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يخص دراسة الأهداف المهمة. مش حاجة بائلة. ما زلنا في العراق، حيث ذكرت الشرطة العراقية اليوم أن 73 من عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام وقوات الجيش والشرطة العراقية قتلوا وأصيب 62 آخرون في عمليات عسكرية واشتباكات بين الطرفين في مناطق متفرقة شمالية الحلة على بعد 100 كيلو متر جنوبية بغداد. كما قتل وأصيب ما لا يقل عن 30 عراقيا خلال الاشتباكات بين الطرفين في مدينة بعقوبة شمالي العراق. كان 4 أشخاص قد قتلوا وأصيب 15 آخرون بجروح في قصف جوي عراقي على مدينة الموصل. في غضون ذلك، وصلت صباح اليوم قوات من الجيش العراقي معززة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة إلى حدود تكريت الجنوبية في محاولة لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت. وللمتابعة معي عبر الهاتف مراسل النيل في العراق حيدر الأسدي. حيدر، هل بالفعل تمكنت القوات العراقية من إعادة السيطرة على تكريت كما يعني أعلن منذ ساعات؟ نعم، جاء من مدينة تكريت تمت السيطرة عليها، ولكن أوقفت القوات العسكرية العراقية زحفها لما قالت عنه وجود الغام والكثير من الأبوات الناسفة قام المسلحون بزرعها على جميع الطرق. فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى التغيير في مرحلة التقدم المقبلة، ولكن الواضح بأن القوات الأمنية العراقية بالفعل قد حققت تقدم على أرض الواقع في التكريت وسيطرت على أجزاء واسعة منها في محاولة أيضا بأن تكون عملية تحرير تكريت البداية للانطلاق نحو مناطق أخرى وخصوصا مدينة الموصل. طيب، التحركات على الأرض من قبل داعش، هل من ردود فعل حتى الآن على صعيد الاشتباكات المسلحة؟ في مناطق تكريت لم تتحدث القوات الأمنية العراقية عن مقاومة كبيرة أو مقاومة شرسة من قبل الجماعات المسلحة. أغلب التقارير تشير إلى أن الجماعات المسلحة قد خرجت إلى خارج مدينة تكريت بل وحتى من مدينة الموصل، ولكن تحاول أن تفتح جبهات قتال أخرى في مثلا بابل، شمال بابل، أو حتى
في مدينة أو محافظة النيل. نعم أشكرك جزيلا حيدر الأسدي مراسل النيل في العراق. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والجيش الحر في ريف دمشق، ومقاتلو المعارضة يفرضون حظرا للتجوال في البوكمال. وتتابعون أيضا إصابة فتى فلسطيني في مداهمات لقوات الاحتلال بمخيم الدهيشة بالضفة الغربية المحتلة. الآن نتحول معكم مشاهدينا لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال مع زميلة مجد القاضي. إليك. شكرا للزملاء وأهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادية، وفيها وزير التخطيط يؤكد عدم وجود استثناءات في تطبيق الحد الأقصى للأجور. أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأقصى على الأجور، نافيا ما تردد بشأن تفكير الحكومة في تخفيض الحد الأقصى للأجور إلى 30,000 جنيه. وصرح العربي خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم تصحيح أسعار الطاقة وإعادة النظر في منظومة الدعم من خلال إعادة النظر في شرائح الكهرباء بجانب دعم المواد البترولية. مؤتمر صحفي عقده الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة البدء في التخطيط للمرحلة القادمة في موضوعات تتداخل فيها جميع وزارات الدولة وتخص المواطن بشكل مباشر كالبطالة والأجور وتسهيل الخدمات والأسعار والبدء مباشرة في وضع السياسات والاستراتيجيات الداعمة لذلك. نضع خطة أو خريطة طريق للإصلاح الإداري في مصر خلال الفترة القادمة، وزي ما حضراتكم تعودتوا مني ان انا دايما بتكلم على حاجة على المستوى الاستراتيجي، هنتحرك ازاي استراتيجيا على حاجة على اللونج تيرم وعلى الميديوم تيرم، لكن كمان هنتكلم على حاجة على الصعيد الفترة القصيرة والعاجلة، وبالتالي خريطة طريق ايضا للست أشهر القادمة هنتحرك إزاي على صعيد الإصلاح الإداري. المؤتمر تحدث بشكل مباشر في قضية دعم الطاقة والبدء الفوري في وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء والانتهاء من الكروت الزكية وتوزيعها في مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وسوف يصاحبه رفع في أسعار الطاقة والكهرباء، لكن على القادرين. ملف المتابعة لا يختلف أحد على أهميته خلال الفترة اللي جاي علشان تضمن التنفيذ هذه الخطط وتقييم تنفيذ هذه الخطط والبرامج وتقييم أثر هذه الخطط والمشروعات اللي بيتم تنفيذها على المواطن البسيط، لأن هو في الآخر هو الهدف النهائي من عملية التنمية هو المواطن البسيط. وزير التخطيط أكد أن الحكومة تضع هذه الخطط وفقا لأهداف محددة في أزمنة محددة تعرف متى تبدأ ومتى ستنتهي، وعلى المواطنين أن يراقبوا ذلك ويعرفوا كل المعلومات بشفافية تامة. تخطيط من الحكومة لاقتحام المشكلات التي تؤرق الشارع المصري مباشرة، وعلى رأسها إصلاح النظام الإداري للدولة ومحاربة الفساد ومشكلة الدعم، إلا أن هذه المشاكل تبقى جميعا حبرا على ورق حتى يتم
تنفيذها بشكل جيد ومراقبتها حتى يشعر بها المواطن بشكل مباشر في الأيام القادمة. من مقر انعقاد المؤتمر، محمد محمود، النيل. نفى وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد حنفي ما تردد ببعض وسائل الإعلام من إلغاء البطاقات التموينية من بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدا عدم صحة تلك المعلومات. كما أعلن حنفي أنه سيتم تعميم منظومة الخبز الجديدة بمحافظة القاهرة خلال أسبوعين. وقال وزير التموين في مؤتمر صحفي أنه تم الاتفاق مع محافظ القاهرة على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المنظومة في المخابز، كاشفا عن بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بمحافظة الإسكندرية خلال أيام، على أن يتم الانتهاء من باقي المحافظات خلال 3 أشهر. أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران البدني عن تشغيل رحلتين جديدتين يوميا لشرم الشيخ والغردقة بسعر موحد وهو 760 جنيها شاملة جميع الرسوم والضرائب. وأوضح كمال أن الرحلة الجديدة ستبدأ في الأول من أغسطس القادم وتستمر طوال العام، مشيرا إلى أن مصر للطيران ستتحمل الفارق في مصروفات التشغيل الثابتة. أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي بأن مشروع تنمية الوادي بتوشكا بلغت تكلفته الإجمالية حتى الآن 6.3 مليار جنيه. وأشار الوزير خلال جولة تفقدية بالمشروع إلى أنه يهدف إلى استصلاح أراضي وخلق واد جديد على مساحة 600 ألف فدان يعتمد على المياه النيلية، فضلا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا والعمل على جذب الاستثمارات. أعلن البنك المركزي الروسي أن حجم احتياطات بلاده الدولية التي تتكون من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة ارتفع بمقدار 2.4 مليار دولار في الفترة من 13 إلى 20 من يونيو الحالي. هذا وأضاف البنك أن حجم الاحتياطيات ارتفع من 468.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة إلى 471.1 مليار دولار. يذكر أن الاحتياطي الروسي من الذهب والعملات الصعبة بلغ أعلى معدل له في بداية أغسطس من عام 2008، أي قبل نشوب الأزمة المالية العالمية، عندما وصل حجمه إلى 598 مليار دولار. أظهرت فعاليات القمة الأوروبية التي اختتمت في بروكسل تباينا في المواقف الأوروبية بشأن تخفيف قوانين الاتحاد الأوروبي لمراقبة الميزانيات الوطنية ووضع حد لاقتراض الحكومات. وترى كل من إيطاليا وبلجيكا أن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من أجل تعزيز النمو، ولكن دول شمال أوروبا الأكثر تشددا ترفض تخفيف القوانين التي تضع حدا للعجز والديون. انتهت وقفتنا الاقتصادية، فاصل ونواصل الأخبار. القوات المسلحة تؤجل البدء في استخدام ل6 أشهر حتى انتهاء الفترة التجريبية لمتابعة المرضى الذين يخضعون للعلاج. إحالة 17 إخوانيا إلى الجنايات لثبوت تورطهم في قتل مواطنين في الإسكندرية خلال الأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة. القوات العراقية تعلن استعادة السيطرة على مدينة سامراء من مسلح داعش وتبدأ هجوما لاستعادة تكريت. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق. الانفجار الذي وقع في مدينة دوما نجم عن سيارة مفخخة بالقرب من السوق الشعبي في المدينة، ما أدى لمقتل وجرح العشرات فضلا عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل القريبة. وكان انفجار عنيف وقع بمدينة دوما في منتصف الشهر الجاري ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص. أصيب فتى فلسطيني في 15 من عمره خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين. كذلك شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت موقعين لكتائب القسام في مخيم النصيرات ومدينة خان يونس بقطاع غزة دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وإلى ليبيا، حيث أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائج الاقتراع الجزئية لانتخابات مجلس النواب للمرحلة الانتقالية في عدد من الدوائر الفرعية. وأكد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح أن هذه النتائج تعتبر مرحلية وليست نهائية ويمكن أن تتغير، موضحا أن بقية النتائج سيتم إعلانها تباعا. وقد أدلى الليبيون الأربعاء الماضي بأصواتهم لانتخاب مجلس النواب الجديد، حيث تنافس على عضوية المجلس 1714 مرشحا لشغل 200 مقعد. رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتمديد الهدنة في شرق أوكرانيا لمدة 72 ساعة أخرى، وأن تتقيد كافة أطراف الصراع المعنية بالوفاء بالتزاماتها في أوكرانيا، داعيا إلى وضع حد للعنف في نهاية المطاف. كان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الأوكرانية قد أشار إلى أن رئيس بيترو بوروتشينكو مدد العمل بقرار عدم اللجوء لاستخدام القوة حتى يوم الاثنين القادم، مضيفا أنه في حال انتهكت شروطه تحتفظ أوكرانيا بحق الرد. يأتي هذا بينما وقع بوروتشينكو اتفاقا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل رغم تحذيرات روسيا. أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف أن النزاعات المسلحة في أوكرانيا أدت إلى تشريد أكثر من 160 ألف شخص. وأوضحت المفوضية أن هذه النزاعات شردت نحو 54 ألف شخص داخل بلادهم فرارا من العنف، فيما غادر نحو 110 ألف إلى أوكرانيا إلى روسيا. وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين إن نحو 10,000 شخص فقط قدموا طلبات للحصول على صفة لاجئ دولية، ويتوزعون وفقا لبيانات الأمم المتحدة في بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 260 من حركة طالبان بعد أن صد الجيش الأفغاني هجوما لهم في ولاية هلمند جنوب البلاد. وذكرت الوزارة أن 28 عنصرا من القوات الأفغانية قتلوا وأصيب 35 آخرون جراء تلك العملية، لافتة إلى أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هدف طالبان في السيطرة على أقاليم في هلمند بشكل كامل. وتأتي العملية ضمن عمليات اختبارية للجيش الأفغاني الذي سيتولى مسؤولية الدفاع بمفرده بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي 14. أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 17 مسلحا من حركة طالبان في غارة جوية على الحدود مع أفغانستان، كما قصفت الطائرات العسكرية 6 مواقع للمسلحين قبيل بدء الهجوم البري الذي طالبت به واشنطن لضرب معاقل طالبان والقاعدة في مدينة وزيرستان الحدودية، بعد هجوم شنه المتمردون على مطار كراتشي الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص. في تايلاند أعلن المجلس العسكري عن جدول زمني لإجراء إصلاحات تقودها الحكومة المؤقتة حتى موعد إجراء الانتخابات العامة بحلول عام 2015. وأوضح رئيس المجلس العسكري أن عملية الإصلاحات مكونة من 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها صياغة دستور مؤقت للمرحلة الانتقالية، والثانية تقضي بتكوين مجلس وطني للإصلاح ومجلس تشريعي لإدارة البلاد لمدة 10 أشهر على الأقل يتم خلالها صياغة الدستور الدائم للبلاد، وأخيرا تكوين حكومة منتخبة قبل نهاية عام 2015. الآن مشاهدينا إلى أهم الأخبار الرياضية في نشرتنا لهذه الساعة. نتحول مباشرة إلى ياسمين القفاص. شكرا إيمان وأشرف.